سبناها البلد، سبناها البلد لاصحاب القلوب المريضه. لما نشوفها يجيبونا في كلام ولا حديث، علينا شهر بعيد من البلد. قلنا يخرب بيوتكم يا اخي، يخرب بيوتكم على الصبح. قلنا الواحد ياخذ الكلمه يزيحها من هنا، واللي يخون صاحبه، واللي مش عارف ايه، واللي يتكلم على الثاني، واللي قاعد لي بيلعب لي ضمنه على القهوه ومعهوش غير سيره خلق ربنا. طب سبناها البلد والله. ما ضغطي يا اخي بقى 120 على 80 في اسبوعين لما سبت البلد، اللي كان دائما اجري على الصيدليات اقيسه من البشر. الواحد اول قال ما يأذن الظهر والعصر يجري. طب اصلح من حالك الاول، لانه صلاتك مش هتتقبل باعمالك الطين اللي انت بتعملها. ايه يا اخي التخلف ده؟ ما كل واحد يعيش مع نفسه. يا راحة البال، يا راحة البال ما حلوة. نبي راحة البال لا بالفلوس ولا بالعماير ولا بالفلل ولا بالعربيات. راحة البال انك تعيش بعيد من البشر، تقعد مع نفسك كده في الهواء وتصاحب، عارف تصاحب الخرفان والنعاج احسن ما تصاحب البني ادمين في الزمن ده. لا حد حافظ سر، ولا حد حافظ عيش وملح يا اخي، ولا حد يا اخي تامر في حاجة. ايه الهواء اللي علينا وعلى ابونا؟ الناس بقت زي اذاعه مونتو كارلو، الكلمه تاخدها من هنا توديها من هنا وتحط عليها البهارات. طب هني قاعد مع الزلازير انا ومع البهايم، لي شهر دلوقتي يكون في خروف نقل سري، يكون في زرزور قال علي حاجه، يكون الحمار بتاعي خان عيشي وملحي اللي باكلهولو والبرسيم. لكن ربنا يصلح حال العباد. يا ضوي ياد، مش باين قاعد في الجزيرة كده لوحدك؟ ده يلا صبحتك على الصبح. خب ليه؟ انا منبه على الراجل بتاع المركب ما يعديليش اي بني ادم هناك. ايه عداك انت؟ كيه عداني يا ضوي؟ ما اللي حتقعد لوحدك هنا يا ابوي؟ انا مش عايز بني ادمين بقول لك. ليه مال يا اخوي حتعيش لوحدك؟ يا ابوي هعيش لوحدي، ما حدش ليه دعوه بيا يا اخي. فين هالبني ادمين هي؟ ليه يا اخوي؟ ايه يا اخوي مال هالبني ادمين؟ فين هالبني ادمين يا راجل؟ وفي حد يعيش لوحد؟ فين البني ادم النهارده؟ فين البني ادم اللي بتقول عليه اللي بتغمز معاه في طبق واحد يا اخي وعايز يفرمك فرم؟ برضه يا واد الناس مش واحد. خبري يا اخوي الناس مش واحد؟ الاغلبيه عبد الناصر بقى زي الطين. لا ابدا يا اخوي. الناس كلها كويسه يا اخوي، بس انت عازل نفسك يعني. خلاص يا اخوي حتعيش لوحدك انت؟ يا ابوي هعيش لوحدي. ايه ورايا انا؟ انا وراي فنادق يا اخي على الكورنيش. سيبوني في حالي يا اخواني. حدش بيعيش لوحده. قربنا نشيل المرارة من البشر. حدش بيعيش لوحده يا ضوي هاد. وتروح انت لما تعدي تقول للمرة تبعت لي جلبيتي الجديدة عشان هعيد هنا. كمان اللي هتعيد هنا؟ ايوه هعيد هنا مع نفسي برضو. طيب ليه يا اخوي ما تعيدش وسط عيالات؟ لا عيالي مش هعيد هنا، بقول لك العيد ده. عيد وين يا اخي في البلد؟ عيد وين؟ هو ده في بلادنا ده عيد؟ هو بيخلوه عيد يا اخي في بلادنا؟ إيه؟ اسمه عيد هو ولا ما اسموش عيد؟ ايوه اسمه عيد يا اخو. طيب في بلادنا قال يفتحوا لك قال المنظره ويفتحوا لك الدواوين، واللي تصرخ قدام بيتها قال على جوزها يا حبيبي يا غالي يا كسرتي بعدك يا غالي. اصل الغالي كان سفير مصر في ايطاليا، ابوه ارتاح لما مات. واللي تصرخ على امها، واللي تصرخ على اختها، ومخلينها طين طير يا اخي. بيخلوا العيد مرار يا اخي، هو العيد في صراخ. ما الحريم يا ود كلها كده، كل وحدها لها واحد. خرب البلاد غير الحريم. ده عيد يا اخوان، يعني عيد الواحد يفرح ويفرح عياله ويجيب حلويات ويعزم الناس وتروح في ود يبقوا في حاجات والناس تزور بعضها. ايوه صح. النهارده انتوا يا اخي النهارده قال يقول لك قال بوحش، قال بتوحشين اللي وحشوا عليكم وقيامه تاخذكم. تاكلوش حاجه؟ لا. كل ما تعدي في شارع تلقاها زي الغربه قعدات لبسات عبايات سوداء. يا حبيبتي يا خيتي ما اول عيدك يا غاليه. الغاليه اصلي كانت دكتوره اسنان، والغالية يكون سنها 90 سنة. يا رجل يحندلوا العيد، يا رجل يفتحوا الدوينة فيه وخلصنا لنا سنة. يقول لك قال أول عيد، وقال يقعدوا نوحوا على القبور يا أخي. جاهل جاهل وبدع يا ولدي. صح ما نعرف والله. دول ربنا أول ناس يحسبهم دول يا أخي. العيد يا أخي خلوه يا أخي. ليه يا أخي؟ وروحوا المقابر، واللي يشيل التراب على المقابر، واللي يشيل الطين عليها وعلى راس أبوها، واللي تقول يا خيتي، واللي تبكي على المقابر. يعني أنت حبكت يوم العيد؟ طب ما معك السنة كلها روحي زوري المقابر ولا غوري في 60 داهية. يا ريت ما كناش نحس بالعيد يا عم. أيوة ناس. أيوة كل ما تعدي في شارع. أيوة يا خيتي يا حبيبتي يا اللي سبتي حلقك يا غاليه، عيالك صغيرات يا حبيبتك يا اختي حبيبتك. اصلي
اخترعت الذرة. ها؟ كلامك كله صحيح. هتعيد مع مين يا عم عبد ناصر؟ ايوه صح. هتعيد مع مين؟ لا من حقك. بس كان هو بيصلي جنبك يا عم عبد ناصر وكان ساجد وبيدعي عليك. ايوه. كارهك. الناس كارهة بعضها يا عم عبد ناصر، احنا عايشين أيام ما يعلم بها غير ربنا يا عم عبد ناصر. ربنا يسلم يا ولد يا ضوي. ليه؟ ربنا يسلم. يا أخي ما تصفوا قلوبكم عشان الخير، هو الغلا والبلا والناس والأيام دي مش منين احنا؟ من مين تاني؟ اه منين؟ مش منين يا أخي؟ من عملنا يا ولد. يقول لك قال الضوي جن. لما التجار النهارده يا عم عبد ناصر، التجار ده بخليك في التجار ده كل سنه بيروحوا 17 عمره. التجار دول مش لما الدولار ارتفع راحوا قفلوا المخازن يا عم عبد ناصر على بضاعه من سعر رخيص عشان يبيعوها بالغالي. ايوه. يبقى العيب فينا ولا مش فينا؟ فينا احنا يا ولد. اه فينا احنا. وياجي يقبض الفلوس من الناس ويكوش يقول لك انا طالع حق السنه دي. هاني يا لك يا حاج، هاني يا لك يا حاج. أيوة. هاني يا لك يا حاج ان شاء الله. زفه صحال حقه. يا عم عبد ناصر. أيوة. انت بتاجي بترفع لي الضغط وبتخلي بص الحراره معي ترفع. بعد اذن حضرتك يعني انا هارب من البلد ما تجينيش تاني. انا يا ولدي؟ اه والله بشوف طاقيتك بتشعب. توكل على الله كده بعد اذنك. انا عارفك يا ولدي. روح عيد انت مع الناس، خلي صرخوا عليك. روح ماشي. روح توكل على الله. انا عارفك. العيد يا اخي مخليني كله حزن، اللي جاهم حزن ياخذهم يلبسوا فيه اسود. انا غلطان اللي جايك يا ولد. اللي المفروض العيد يكون فيه الله اكبر وكبيره والحمد لله كثيره والناس تسبح والناس وتبقى فرحه والناس تهيص وسهرات دينيه منكم لله يا ابو عدي، عشان بتقول الضوي جن. عارف لو جيت هعلقك في الجائزه دي، في الفلكه دي هعلقك. دائما حارق دم، لا حارق دمك.